بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها جلالته حفظه الله عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارك جرجس في مدينة طنطا شمال القاهرة والكنيسة المرقسية في الإسكندرية والذين يسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين مؤكدا جلالته استنكاره وإدانته الشديدين لهذين العملين الإجراميين الشنيعين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري